والآن إلى آخر أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى دينا فكري. إليك دينا. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 32-19، الإسكندرية 28-17، مطروح 27-18، بورسعيد 26-18، الإسماعيلية 32-18. نتحول إلى السويس 31-18، العريش 27-16، طابة 32-21، شرم الشيخ 34-24، الغردقة 35-24، الأقصر 39-23، أسوان 41-24، الوادي الجديد 37-25، شلاتين 35-24، وحلايب 31-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.